في العراق كشفت مصادر أمنية عن قرب انطلاق المرحلة الرابعة من عمليات قادمون يا نينوى لتحرير قضاء تل عفر من سيطرة داعش. يأتي هذا فيما أشارت مصادر أمنية إلى أن زعيم داعش أبو بكر البغدادي لم يقتل وهو يتواجد ضمن قرى في محيط مدينة الرقة السورية منذ أشهر. أعلن قائد الحملة العسكرية لتحرير محافظة نينوى الفريق الركن عبد الأمير يرالله مقتل أكثر من 25 ألف عنصر من تنظيم داعش في معارك تحرير الموصل وذلك على مدى 9 أشهر. وأضاف يرالله أن معارك تحرير الجانبين الغربي والشرقي من الموصل شارك فيها أكثر من 100 ألف مقاتل من الجيش والشرطة الاتحادية وقوات مكافحة الإرهاب. وقال أن القوات المحررة لمدينة الموصل حاولت الجمع بين حماية المدنيين والقضاء على الإرهابيين. من جهته قال رئيس خلية الصقور الأمنية أبو علي البصري أن المعطيات تفيد أن زعيم داعش أبو بكر البغدادي لم يقتل وهو يتواجد ضمن قرى في محيط مدينة الرقة السورية منذ أشهر. من جانبه أعلن وزير الهجرة والمهجرين جاسم الجاف عن عودة نحو 250 ألفا من النازحين من مدينة الموصل إلى مناطقهم المحررة من سيطرة داعش، مشيرا إلى نية الوزارة لإعادة جميع النازحين من المدينة قبل نهاية العام الجاري. وتزامن مع كشف مصادر أمنية عن قرب انطلاق المرحلة الرابعة من عمليات قادمون يا نينوى لتحرير قضاء تل عفر من سيطرة داعش، قصفت طائرات التحالف الدولي مواقع للتنظيم في القضاء ما أدى إلى مقتل العديد من عناصر داعش. وكانت قيادة العمليات المشتركة أعلنت في وقت سابق عن مصرع العشرات من داعش في غارة جوية في بلدة القائم المحاذية للحدود السورية.